تيجي من كابتن جمال دي. لا في ناس كانت بتبالغ شويه في بطولات الزمالك، ناس قالوا 7 وناس قالوا 8. هو الزمالك في 2000 يعني موسم 2002 2003 لغايه نهايه 2003 كده اخذ 6 بطولات بالظبط. 6 بطولات. 6 بطولات، اخذ الدوري الممتاز، اخذ بطوله كاس السوبر المصري، اخذ دوري ابطال افريقيا طبعا اللي هو مباراه الرجاء المغربي هدف تامر عبد الحميد دونجا، اخذ بعد كده كاس السوبر الافريقي دي البطوله الرابعه، اخذ البطوله العربيه في 2003 دي البطوله الخامسه. سوبر افريقي من المقاولين تقريبا؟ لا سوبر افريقي من الوداد المغربي. ثلاثة واحد حازم امام علي ومحمد عبد الواحد. ايوه محمد عبد الواحد. ثلاثة واحد والبطولة العربية. والبطولة العربية وكاس السوبر المصري السعودي. طيب في 2002 يا جماعة اهو اخيرا 2003 الزمالك حصل على 6 بطولات في موسم واحد. نوضح برضو عشان في فارق برضو يا استاذ مهيب، الناس بتتكلم يعني خلينا نتكلم اللي فتح الموضوع ده، الاهلي ما خد الخماسيه او قرب ياخد الخماسيه، الاهلي لسه قدامه السوبر المصري ما خدوش. يعني 2020 الاهلي اخد دوري ممتاز واخد كاس مصر واخد دوري ابطال افريقيا واخد سوبر افريقي. فالاهلي في سنه 2020 مع 4 بطولات، متبقي ليه مباراه كاس السوبر المصري اللي هي المفروض هتكون امام طلاع الجيش. لو الاهلي خد السوبر المصري هيكون وصل 5 بطولات، يبقى حصد الخماسيه كامله في سنه 2020. دي ما بتتكررش كتير. اللي فرق مع الزمالك انه في 2003 ما خدش كاس مصر. يعني في 2000 الزمالك لم يحصد الخماسيه قبل كده. يعني الخماسيه دايما هي الخماسيه البطولات الرسميه. خلينا نتكلم برضو بصراحه، البطوله العربيه والسوبر المصري السعودي بطولات لكن غير رسميه، يعني غير معترف بيها من الفيفا. لكن البطولات الخمسه الرسميه اللي هم في كل سنه بيبقوا 3 بطولات محليه، دوري وكاس مصر وكاس سوبر، واثنين بطوله افريقيا اللي هي دوري الابطال والسوبر الافريقي. الاهلي خد الخماسيه في 2006 وخد الخماسيه في 2007 سنتين ورا بعض، وخد يعني خد 4 في 2020 وفاضل له سوبر مصري ويبقى خد الخماسيه في 2020. انت بتضحك ليه؟ أنا؟ يعني من كتر البطولات مبسوط؟ لا أنا مبسوط والله. مبسوط من إيه؟ بأرقام الأهلي؟